من النجم الرياضي الساحلي لنانت المونبلييه، رحله كبيره مع كره اليد، لعب المنتخب الوطني ايمن التومي يجي بحذنا في انستافان، حوار على كره اليد، الحب في حياته، المشاريع والطموحات. ايمن التومي حللنا قلبه في لقاء في برشا صراحه بين الماضي الحاضر والمستقبل. هذه انستافان ايمن التومي. لاعب المنتخب الوطني لكره اليد ضيفنا في انستافان ايمن التومي، تلقاه معنا في حوار خاص جدا. أيمن تومي، مرحبا بك. مرحبا بك هادي، ميرسي على الانفيتاسيون. بحذنا في تونس 3 ايام كهو. علاش؟ والله عندي قضيه في سوسه واني جيت نطل عليك. هذا كونت انستغرام تاعك 12000، شويه بالمقارنه مع بطل من ابطال تونس معناتها. والله الحقيقة جيتي بلوس اكتيف على الفيسبوك اكثر من الانستغرام، دونك في الباج نتاعي عندي اكثر برشا. انستغرام عندي عامين كوليت اكتيف. ايمن منين؟ من سوسة انت؟ اي ولد سوسة. ولد سوسة؟ ولد سوسة. كبرت غادي؟ كبرت غادي. وي. غرامك مع الهوند كيفاش بدا؟ اول مرة شفت كرة هوند في حياتك وقتاش؟ العباد برشا برشا عباد يعرفوا لي اني بديت في الفوت من الاول. بعد وقت الانترمون وقت القرايه جاي مع بعض ديكو بطلت الفوت وفما هوند، قلت بوركوا با، هزيت كره بديت نجي نشوط، داير لعب العباد بديت تضحك عليا، قالوا لي راهو مش هكا. وبعد تعلمت بشويه وعملت تيست في الاتوال قبلوني، مسيرتي بدات من غادي. جو سوي فيغ اللي يعني مود ليكيب ناسيونال. ملي انا صغير كنت نتفرج سبتو في الاولاد نتاع 2005 اللي عملوا 4 مونديال ماش باش تتنسى، فما برشا جوارات كنت نتمنى نقول لهم على السلامه، خدمت على روحي ضحيت والحمد لله وصلت لعبت معاهم. تبعت المقابله الاخرى نتاع المنتخب ولا ليه؟ وي بيان سور، هبطت بالذمه مش نتفرج على كيب ناسيونال بيسكو مازلت ما بريتش مازلت مضروب، دونك هبطت سبيسيالمون باش نتفرج على الاولاد. روحت بخيبه امل؟ خيبة أمل كبيرة. وي. فما غضب من داخل تروح هكا؟ حقيقة حبيت نلعب، حبيت نعاونهم. أني الحمد لله يعني على 10 بطولات أفريقيا هزيت 2. الحقيقة جامي 203 حبيت نكون في التيران ونعاونهم، سورتو قدام جمهورنا في بلادنا وقدام الفامي نتاعي، حبيت نكون غادي مو نعاون الأولاد. لكن هذا إيش قدر ربي. لو كنت موجود حقيقة كنت نجم تغير شوية من النتيجة؟ ممكن. أنتم في الهوند 6 ومش برشا. بحكم الخبرة متاعي اللي اكتسبتها في فرنسا كنت نجم نعاون الأولاد. هذاك اش كتب ربي، نقولوا الحمد لله وإن شاء الله الجاي خير. مونبلي. كتبت هنا على التصويرة زوز وجوه لعملة واحدة. قداش عندك من وجه؟ عندي برشا وجوه. هذيك باش نرجع بيك المونبلي، كانوا قاموا تعمل اي غريماس وانا عملت غريماس كيما هكا متغشش، كانوا يبيعوا فيها للجمهور يعني فاز في الجماهير. عملت تصويره بها واحد لازم ديما عنده برشا وجوه، خاطر العباد الكل عندها برشا وجوه. يعني واحد باهي تعمل مع بوش باهي، واحد خايب لازم تبدل الوجه نتاعك. في الاصحاب مزهار ولا؟ 50-50، عندي برشا اصحابي الحقيقه باهين لكن يمشي وينقصوا. قديش عمرك تاو؟ 29. 29. المستقبل في الكرة في 29 تراه مازال طويل ولا بالنسبة لك انت؟ سا ديبون. بون انا جاتني يعني روبتور طوندون داشيل، ضربة خايبة شوية نجم نقولوا، دونك طولت شوية، عملت مضاعفات وكل شيء. هذه هي؟ هذيك هي وي، هذيك تصويرة في مونبلييه. كنت بالعمليه نتاعي غادي وحدي، مي الحمد لله فما عائله تونسيه وقفت معايا، نحب نشكرهم بالمناسبه هذه. اصعب فترات حياتي هذيك، كي تعمل عمليه في الغربه وحدك تسمى من اصعب الفترات في حياتي. كيفاش تضربت؟ الفينال 2018 اللي هزيناه في الجابون كونتر مصر رابحين، مازالوا 30 ثانيه، سمعت ترشيقه طلعت روبتور طوندون داشيل، عرفت لا نبكي لا انا عرفت لا نفرح، خاطر فرحنا التوانسه كوميم كوب دافريك سي باريان، يعني كوب دافريك كانت العاشره. الحمد لله ديما نقولوا الحمد لله. من وقتها ما لعبتش انت معناتها؟ من وقتها ما نسيتش الكوره؟ ما لا
رجعت ما عندي طالون تاعي فيه انودي موسو قلقني شويه دونك كنت البارح قمت باليرين في فرنسا وان شاء الله الجمعه الجايه باش نعاود نقابل الطبيب نتاعي غادي وان شاء الله نرجع نجري بيانتو ان شاء الله بريت ولا مازلت ان شاء الله نقولوا بيانتو مازال عندي شويه انفلاماسيون حسب اليرين نستنى الجمعه الجايه نشوف الطبيب نتاعي غادي ونقرر شنو نعمل التصوير هذه تتذكرها ولا لا ما عنديش برشا التصوير هذيك ما عنديش برشا في الكوب دافريك هذه تعرف شكتب تحت منها نعم نتذكر اش كتبت heureux en jeu et malheureux en amour حاجه هكا بالحق بون حكايه طويله هذه الحمد لله فرحان بالكارير اللي عملتها الحقيقه الجزء الثاني الجزء الثاني je suis un peu malheureux علاش خاطر بون 29 ans مازلت سيليباتير سيتادير يا كيك شوز كي كلوش اول حاجه 29 سنه مازلت صغير تتسع مرة سي فري مازلت صغير مي سي با نورمال واحد عمره 29 ما عاش حالة قصة حب قصة حب ولا قصة الحب ما عشتش حالة الحب لا لا الحب ما تعرفوش شنو احساس هذاك ما تعرفوش مازلت ما نعرفوش عشت علاقات بيان سور كيما العباد الكل سي نورمال عشت علاقات لكن العلاقات هذيا عابره عابره فوالا المشكله منين ما لقيتش بكش انت نفحاوي بوسيبل عشاق بوسيبل الله جميل نحب الجميل سي نورمال نحب الحاجه وتقلق في ساعه بون نقلق كي نلقى حاجه باهيه بوركوا با نكمل معها مي ما لقيتش المراه اللي لوج عليها شو اللي تلوج في المراه والله جو سوي سامبل يعني نحب يفهم انتيليجونت كاو نحكي يعني اون جينيرال مي نحب كما قلت قبل على انستغرام نحب واحده تونسيه محرحره وسي تونسيه محرحره تونسيه محرحره وين اش تقصد بالمحرحره الحقيقه خرجت اني مع بوسك انا نعيش في فرنسا سبع سنين دونك خرجت مع دي فرونسيز مي ديما جو بريفير التونسيه خاطر حرحره شويه مامون العباد اللي مش تفرج يفهم واش معناها هذيك كان صدقني ربي من بعد الكوب دافريك بالنهار قعدت في سوسه وي مع لاعب عمرو مرعي صديقي عندي برشا توت فاسون جولات كل اصحابي نتاع الفوت تاع ليتوال كنا ربحنا مصر وعملنا تصويره مش نوريو اللي حتى لو كان ربحنا مصر وهو مصري دونك نقعدوا خيال وديما بلاستيك ليتوال بيان سور هذيك حاجه لا شك فيها جاتك عروض باش تلعب خارج الوان ليتوال ولا لا؟ في تونس وي بالنسبه لك انت الموضوع عم تروح للنقاش ولا لا؟ لا لا كما سبقت وقلت لا في تونس ما نلعب كيف ليتوال علاش؟ مع كل احتراماتي للفرق الاخرين اللي كسوسوا يعني الرؤساء الجمعيه نتاعهم ولا اللاعبين ولا اللي تلفني اصحابي الكل بيان سور مي ما نجمش نلعب في عائله اخرى نعيش في عائله اخرى ونلعب في جمعيه اخرى غير ليتوال عشق جنوني نجم نسميوه مره كان ليتوال في تونس وين مهما كانت العروض اللي تنجم تجيك مهما كانت هذا ما ينقصش من الحرفيه اللي فيك من الاحتراف اللي فيك لان باهي العاطفه اما زاد الاحتراف مهم معناتها واحد يمشي وين ظروفه ما خير ظروفي ما خير دو كل كوتي كوتي فلوس ما تجي شيء قدام لتوال خاطر لتوال نلعب فيها حتى بلي ما غير فلوس وهذه حقيقه يعني. وصلت لعبت فيها وانا صغير يعني بكونترا ما فيش برشا فلوس الحقيقه لكن جمعيتي ما نجمش نبدل عائلتي اغلى كونترا عملته مع شكون مع مونبلييه نجم نعرفوه ولا والله الحمد لله جو غاني بيان ما في يعني بون مانيش باش نقول على السوم خاطر تعرف عباد تتفرج ونحترمهم الحقيقه عادي عادي هذيا هذوما معناتها ابطال نجم نقولوا يعني في دو شيف فوالا دو شيف عاليين ولا متوسطين ولا طايحين شوي باهيين لا جو غاني بيان ما في الحمد لله عمرك 29 سنه وتصاور فلوس مهمين فلوسك وين ماشيهم؟ وين موجههم الفلوس نتاعك؟ الانفستيسمون وين بالضبط؟ الايموبيلي في الايموبيلي في
في المنطقه نتاعك ولا في سوسه؟ وي في سوسه بالاساس. ان شاء الله بروشيمون في تونس، خاطر تونس ان شاء الله تعجبني. توا انت فري؟ فري وي. وفما وجهه جايه ان شاء الله قدرت ربي. وين؟ في قطر. في قطر. في قطر وي. كيفاش ترى المسيره نتاعك في نهايتها؟ اكثر ترى روحك محلل، اكثر ترى روحك مدرب؟ مازلت ما نعرفش. احنا نقولوا ان عندنا دبلوم ان شاء الله اكوتي، وبعد بتاتر نحلش مشروع، بتاتر نقعد نعيش لبرا، نجم نقعد نحلل. توتي بوسيبل، ديما البيبان كل محلوله، واللي كتبه ربي ربي سهل فيه. أيمن تومي، عندي لك مجموعة أسئلة حاول جاوبني عليها في أقل من 90 ثانية. حاضر؟ حاضر. أيمن، أحسن ذكرى مع الفريق الوطني؟ الشامبيون دافريك 2018. أكثر ماتش أثر فيك خسرته؟ الماتش بتاع لانكار دو فينال في الجوز أولمبيك كونتر كرواتيا. أحسن هدف سجلته؟ ماتش الأرجنتين في الجوز أولمبيك في لندن. أكثر عبد ساندك في مسيرتك؟ أمي. لاعبك المفضل في الهوندا عالميا؟ كاراباتيتش. تهز كاس افريقيا مع المنتخب ولا دوري اوروبي مع جمعيتك؟ نهز شامبيون افريقيا مع المنتخب. احسن ذكرى في مسيرتك الكل؟ الشامبيونز ليج اللي هزيتها مع مونبلييه. احسن مدرب لعبت معاه؟ ألان بورت. اكثر مدرب حسيته ظلمك وما عطاكش حقك؟ تيري اونتي مع نونت. احسن صديق عندك ما بين كل الرياضيين؟ عصام تير. اكثر سبورت تتفرج فيه بخلاف الهوند؟ فوت بيان سور. كيفاش تعدي وقت فراغك؟ تفرج في نتفليكس. أكثر حاجة تخوفك في الحياة؟ الموت. أول حاجة تعملها بعد الماتش وانت ربع؟ تروزيام ميتون مع أصحابي. أول حاجة تعملها بعد ماتش وانت خاسر؟ نروح للدار. آخر فيلم تفرجت فيه؟ جومانجي. في تقديرك أنا أحسن مرحلة عشتها مع فريق تونسي؟ لتوال 2012. نقطة تحول في حياتك؟ أول كونتران صحو في فرنسا. أكثر أغنية تونسية تسمعها حالياً؟ رايدة بتاع مرتضى. فنانك المفضل عالميا؟ مالومة. أيمن شو برجك؟ كونسير. لتوال أيمن في ثلاثة كلمات؟ الماضي الحاضر المستقبل. أيمن تومي يعطيك الصحة. ميرسي هادي.